Regulation of transcription or regulation of gene expression. المحاضرة دي فيها هنشرح بعد ما درسنا مع بعض الريبليكيشن دي ان ايه ريبليكيشن والترانسكريبشن اللي هو ازاي اعمل من الدي ان ايه كوبي ويبقى اسمها ماسنجر ار ان ايه اللي بنسميها البرايمري ترانسكريبت وبعد كده بيحصلوا ماتيوريشن للماتيور ماسنجر ار ان ايه. دي كانت اول ستيب في الجين اكسبريشن. بعدها بيحصل عمليه الترانسليشن اللي هندرسها في المحاضره الجايه ان شاء الله بتاعه البروتين سينثيسيس. تمام. في المحاضرة دي بقى هندرس ازاي الترانسكريبشن بيبقى ريجوليتد، يعني على الليفل اوف دي ان ايه كده ايه الحاجات اللي بتحصل تخلي الترانسكريبشن ده يحصل او يقف، يبقى انهانسد ولا سايلنسد، يعني ستيميوليتد ولا انهبيتد. تمام. فده جزء مهم قوي قوي علشان يفهمك انه مش اي وقت السال عايزة تعمل اي بروتين على مزاجها تعمله او باي كمية او كده، لا ده كمان السيلز كمان زي ما انتم عارفين كل سيل وليها complement of proteins بتنتجه، يعني كل نوع خلية مختلف في البروتين، في بعض البروتينات اللي بينتجها عن نوع خلية تانية. ده نتيجة الregulation of gene expression، ان انت بتتحكم في موضوع الترانسكريبشن ده، تقول مين الجينز اللي يبقى expressed ومين اللي ما يبقوش expressed في الخلية دي، او حتى لو الخلية بتنتج نوع من البروتين معين تقول برضو امتى تنتج البروتين ده وامتى الخلية مش محتاجاه. فده اسمه كله regulation، ان بنظم عملية الترانسكريبشن، بنظم عملية الجين expression اللي هو البروتين synthesis، بنظم ازاي الخلية تنتج بروتين او ما تنتجش بروتين. So in this lecture, we are discussing how gene expression is regulated, how transcription is regulated. We know that each cell, each different cell produce its own complement of proteins. For example, the liver cell produces some proteins which are not produced by the beta cells of pancreas, for example, because each cell has some genes turned on or enhanced and some genes turned off or silenced. This is called the regulation of gene expression, to control the rate of protein synthesis in a specific cell so that this cell produces only the needed proteins and only the proteins specific for its function. عشان الخلية تنتج بس البروتينز المهمة لوظيفة الخلية دي. تمام؟ طيب احنا عندنا بقى two levels. We can regulate gene expression on two levels. يعني بقدر ان انا اتحكم في الجين اكسبريشن او الترانسكريبشن على مستويين. ايه هما؟ كروموزومال ريموديلنج. كروموزومال ريموديلنج يعني ايه؟ قلناها قبل كده، يعني ان انا اتحكم في الـ في الـ في الـ في الـ اعمل موديفيكيشن للدي ان ايه بيزز مثلا، تمام، او اعمل موديفيكيشن للهيستون بحيث انه يحصل ريموديلنج للكروماتين، بدل ما الكروماتين بتاعي كان كوندنسد والدي ان ايه كويلد على الهيستونز جامد جدا وعاملين النيوكليوزومز والبيدز اون سترينج والسكافولد والروزات والكلام اللي شرحناه في الاورجانيزيشن، واورجانيزد انتو تايتلي باكت كروموزوم، ابتدي افك الكروماتين ده عشان اخليه يبقى اكسبرس او ارجع اقفله تاني عشان امنع الجين اكسبرشن. فده كده اسمه كروموزومال ريموديلنج. Through chromosomal remodeling, we are going to modify the shape of the chromosome. We are going to modify whether the chromatin is condensed, so gene expression is inhibited, or the chromosomes are released and the chromatin is released and the histones are away from the DNA, so the gene can be expressed. This is called chromosomal remodeling. اللي احنا وريتكم الفيديو جزء منها، جزء منها اللي هو بتاع الهستون acetylation دي acetylation، وريتكم الهات والHDAC اللي هما two enzymes اللي بيحطوا acetyl أو يشيلوا acetyl من الهستون وتأثير الكلام ده كله. ده كده نوع من الregulation للجين expression عن طريق chromosomal remodeling، يعني انت خلي chromatin أيوكروماتين ولا dense chromatin. ارجع تاني للفيديو كده اللي كان موجود في المحاضرة اللي قبل اللي فاتت، وانت احنا حطيناه مرتين، مره في اول محاضره ومره في ثالث محاضره تقريبا. ارجعوا للفيديو كده بتاع الاتش داك والهات عشان تعرفوا ازاي بيحصل تغيير في الهيستونز، وبالتالي الكوفيلنت بوندنج اللي مع الهيستونز دي بتخليه تفك او يقرب من الدي ان ايه اكتر. اوكي. سو ذا فيرست ميكانيزم از باي كروموزومال ريموديلنج. This remodeling can be through histone acetylation or deacetylation through HAT or HDAC enzymes, or through DNA modification by methylation. We can modify the bases of DNA, especially the cytosine and guanine, to be more methylated or less methylated. If they are more methylated, attached to a methyl group, which is a CH3 group, the DNA cannot be expressed.
If the methylation is decreased, the DNA can be expressed. So by methylation of bases, we can enhance or silence gene expression as well. يبقى الطريقة التانية في الكروموزوم الريمودلينج ان انت بتحط ميثايل جروب، عارفين الميثايل جروب اللي هي CH3 جروب، الميثايل جروب دي بنحطها في السي او الجي اللي على الدي ان اي سيكونس. لما بتبقى كتيره الميثايل جروب دي بتمنع الجين اكسبريشن، بتمنع ان ان الار ان اي بوليميريز ياخد كوبي من الدي ان اي، فبتقلل الجين اكسبريشن. فنعرف كويس جدا ان اي جين مليان ميثايل جروب في الليفر سيل مثلا مش هيبقى اكسبريسد، وهي دي الواي اللي انا بخلي يحصل عن طريقها ديفرنشال جين اكسبريشن، ان الليفر مثلا بيطلع بروتينز البنكرياس ما يطلعهاش. نلاقي البروتين بتاع الليفر ده موجود في البنكرياس، طبعا الجين قصدي موجود في البنكرياس نفس اللي كان في الليفر، بس سايلنس بالميثايل جروب اللي عليه مقفول. فده ده برضو نوع من الريجوليشن باي دي ان اي ميثايليشن. The second mechanism is by enhancer and silencer sequences. The DNA itself contains sequences that can increase, enhance gene expression or decrease, silence gene expression. The DNA نفسه عليه sequences بنسميها طبعا cis acting. احنا قلنا يعني ايه cis acting؟ يعني على نفس المستوى بتاع DNA، يعني موجود على الستراند بتاع DNA نفسها. sequences A, G, C، مش T، مش عارف ايه. السيكونسز دي نفسها وجودها في جين معين يخلي الجين ده يا اما يبقى expressed يا اما الاكسبريشن بتاعه يقف. فبنسمي السيكونسز دي enhancers لو كانت هتزود الجين expression، silencers لو كانت هتمنع الجين expression. طيب نشوف مع بعض بقى القصة بتحصل ازاي. اول حاجة ندرس الجزء الاولاني بتاع الكروموزوم الريمودلينج. Important note: regulation of gene transcription by chromosome remodeling is called epigenetics. دي معلومة مهمة جدا، ان لو انا بتحكم في الترانسكريبشن او في الجين اكسبريشن، يعني عن طريق الكروموزوم الريمودلينج اللي انا بقول عليه، اللي هو مين تاني؟ اللي هو يا اما هيستون اسيتايليشن، دي اسيتايليشن الهات والاتش داك انزيمز، يا اما بالدي ان اي ميثايليشن. اي حاجه من دول اسمها كروموزوم الريمودلينج، ان انت بتاتاتش جروب ما كانتش موجوده على الدي ان اي سيكونس او على الهيستونز. الطريقه دي بسميها العلم ده اللي اكتشفناه ده علم عمل طفره في علاج الامراض، وعمل طفره في الساينس عموما، في العلوم عامه، ان انا فهمت ازاي الجين اكسبريشن بيحصل، وان في حاجه اسمها كروموزوم الريمودلنج، يعني الكروماتين يقفل ويفتح، ولو انا عايز جين ما يبقاش اكسبريسد في خليه اخليه هايبر ميثايليتد. ده كان طفره في العلم وفي البحث العلمي، وكانت حاجه ضجه كبيره جدا ان انا افهم الكلام ده كله. ابتديت افهم منه علم، وسميت العلم ده لوحده كده من كتر ما هو حاجة مهمة وفيها تفاصيل كتير وابديتس كتير، سميته epigenetics. يعني ايه epigenetics؟ epi باللاتيني يعني فوق، وgenetic يعني فوق الجين، تغيير حصل فوق الجين، حطيت ميثايل جروب مثلا او عملت modification في الهيستونز اللي ماسكة في DNA، فبسمي العلم ده ايه؟ epigenetics. So we call chromosomal remodeling as epigenetics. It's a very important new science. When we discovered this science, we knew how genes can be expressed in some cells and silenced in the other cells. We understood the concept of differential gene expression, that genes are not expressed in all the cells the same. We understood as well that environment can affect gene expression. For example, exposure to some viruses, exposure to some pollutants in the environment, some food can affect our gene expression because they can do this chromosomal remodeling. Exposure to some toxins in the environment can do this chromosomal remodeling. So our environment can regulate our genes, which is the base of some of the theories of cancer, how cancer occurs. Sometimes cancer occurs by changing the chromosomal remodeling and changing gene expression. Hence, the cell can turn malignant from the environment effect. يعني أنا من الإبيجينيتكس ده فهمت كمان إزاي البيئة المحيطة ليا بتقدر تأثر على الجينز بتاعتي. ازاي الكانسر بيحصل؟ الكانسر على فكره ما بيحصلش بثيري واحده، بنظريه واحده، لا ده ليه نظريات متعدده،
هنقولها كده واحنا بندرس دايما البايوكيمستري. فاللي من ضمن النظريات ان البيئه المحيطه حواليا، الملوثات اللي موجوده في البيئه ممكن تاثر على الجينز وتعمل فيها ميوتيشن او تعمل فيها تغير في الجين اكسبريشن، واي تغير في الجين اكسبريشن ممكن في بعض الاحيان يسبب كانسر. هنفهم طبعا تفاصيل في محاضرات تانية لاحقة يعني ازاي الكلام ده بيحصل لما غير الجين اكسبريشن ازاي يحصل كانسر يعني. بس المفروض ان هو ربنا عامل لك الجين اكسبريشن بباترن وبطريقة معينة، يبقى لو البيئة تدخلت وغيرت الباترن ده هيحصل السيل بعض الاحيان كان تيرن مالجننت. كمثال مثلا الفيروسات اللي احنا متعرضين لها حوالينا دي زي فيروس بي وسي بتوع الكبد، دول environmental، دول ممكن يسببوا كانسر بالإبيجيناتكس، إنه يغير في الكروموزوم الريمودلينج، يغير في الكروموزوم الريمودلينج فيخلي جينز تبقى expressed وتسبب كانسر، أو جينز ما تبقاش expressed وتبقى برضو هو ده سبب الكانسر. مثلا الملوثات اللي في الأكل والجو والكيماويات اللي احنا متعرضين لها ممكن تغير في DNA sequence بالإبيجيناتكس فتخلي جينز تبقى expressed وجينز تبقى silenced. فده برضو من ازاي البيئة المحيطة تقدر تأثر على الجينوم بتاعنا وعلى الجين اكسبريشن بتاعنا سلبا او ايجابا. بس غالبا الكلام ده بيبقى بالسلب، لان لما بنتكلم على environment بنتكلم على الملوثات اللي احنا بنتعرض لها. فكل ده عشان اقول ان ده علم اسمه epigenetics. اوكي طيب what else نكمل بقى. DNA modification by methylation، يعني هنبدأ ده ندرس الجزء ده في الكروموزوم الريمودلينج نتكلم عنه الأول. The first mechanism of chromosome remodeling is DNA modification by methylation. يعني إزاي الميثايليشن ممكن تأثر لو أنا حطيت ميثايل جروب زي ما اتفقنا في السي أو الجي في جين معين في البروموتر بتاع جين معين، إيه اللي هيحصل؟ الجين ده هيبقى silenced، يعني الجين ده مش هيبقى expressed. يبقى دي الطريقة اللي أنا بقدر أخليها بعض الجينز ما تحصلهاش إكسبريشن ولا تنتج البروتينات بتاعتها في خلايا معينة. فخلايا كل خلية بتطلع البروتينات بتاعتها، بس الجين بتاع الليفر هو الدي ان ايه بتاع الجينوم بتاع الليفر هو بالظبط بتاع البنكرياس اللي يخلي البنكرياس تطلع الانسولين هرمون اللي هو بروتين، والجين بتاعه يبقى إكسبريست في البنكرياس، ونفس الجين موجود في الليفر ومش إكسبريست. دي الدي ان ايه ميثايليشن، ان انا جيت عند البروموتر بتاع الانسولين جين وخليت السي والجي اللي فيه يبقوا ميثايليتد، فده منع الاكسبريشن بتاع الانسولين جين. اوكي فيبقى معناها ان الاماكن اللي فيها ميثايليشن كتير اسمها جي سي ايلاند، زي الجزر كده، جزر الجي سي اللي هي ميثايليتد دي ما بتبقاش اكسبرست وبتخلي الجينز بتاعتها ايه سايلنسد. سايلنس يعني سكون هدوء، يعني ما فيش اكسبريشن. تمام يبقى دي كده ايه one of the mechanism of chromosomal remodeling that we methylate the C and G in a promoter of a certain gene so this gene will be silenced. Importance of DNA methylation، ما هو اهميته؟ يعني ليه اخلي في بعض الجينز تبقى silenced؟ نفس الكلام اللي كنا بنقوله انه عن طريق الميثايليشن this prevent the binding of transcription factor to the C bases of the promoter, prevent binding of RNA polymerase and thus this will lead to gene silencing. يعني لما يبقى في C أو G فيهم ميثايل جروب كتير في البروموتر ده هيمنع الترانسكريبشن فاكتور اللي بتيجي تمسك في البروموتر وتنادي على ال RNA polymerase، فاكرين عشان يجي يفتح ال DNA ونعمل ترانسكريبشن، الكلام ده مش هيعرف يحصل من كتر الميثايليشن اللي موجودة في السي والجي، بتمنع أي حد أي ترانسكريبشن فاكتور يمسك في البروموتر، فبالتالي هيحصل جين سايلانسنج، الجين مش هيبقى ترانسكرايبد. طيب إيه كمان من ضمن الامبورتنس of methylation؟ methylated areas attract histone deacetylase enzyme اللي هو ال HDAC removing the acetyl groups from histones exposing the positive charges of histones tight binding of DNA forming condensed heterochromatin and inhibition of transcription leading to gene silencing. يعني كمان الميثايليشن وجوده هيزود كمان الجين سايلنسنج. ازاي؟ انه بيزود البايندنج ما بين الهيستون والدي ان اي، بيخلي الهيستون يلزق في الدي ان اي اكتر. ليه؟ الميثايليتد ارياز دي بتنبه الانزيم اللي هو بتاع الاتش داك، فاكرينه؟ يعني هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض بقى، بتنبه الاتش داك يقوم يشيل الاسيتايل جروب من الهيستونز
يقوم يخلي البوزيتيف تشارج على هيستون تلزق في الدي ان ايه اللي هو نيجاتيف تشارج. يبقى انا بالميثايليشن شغلت كمان الاتش داك اللي هيشيل الاسيتايل جروب من الهيستونز فيخلي الهيستونز تلزق في الدي ان ايه والكروماتين بتاعي يبقى مور اند مور هيتيرو كروماتين يعني ما بيحصلوش ترانسكريبشن. يعني الميثايليشن غير انه بيمنع الار ان اي بوليميريز انه يمسك ويفتح الدي ان ايه ويعمل ترانسكريبشن للجين الفلاني, كمان هيخلي الاسيتايل تشارجز تسيب الاسيتايل جروب تسيب الهيستونز فالهيستونز يفضل لازق في الدي ان اي اكتر وكروماتين ما يفتحش. يبقى كمان بيزود بالميكانيزم التانية دي الايه الجين سايلنسنج اللي بيحصل. So through methylated areas in the DNA they attract or stimulate this enzyme which is HDAC. This enzyme will remove the acetyl group from histones, so histones will bind more to DNA and the chromatin will not open, it will be more condensed and this will more and more inhibit transcription leading to gene silencing. So this is the mechanism of gene silencing by DNA methylation. دي الطريقة اللي بقدر أمنع بيها الجين expression بال DNA methylation, والDNA methylation بيؤدي كمان لDeacetylation. طب what about the second mechanism for chromosomal remodeling, الميكانيزم الآخر عشان أعمل chromosomal remodeling؟ إن أنا أعمل histone acetylation deacetylation, إن أنا أعمل acetylation فافتح DNA opening فزود الجين expression, أو دي acetylation فأقفل الدي إن إيه وأعمل جين سايلنسنج. يعني بالهستون acetylation دي acetylation واحدة منهم تفتح الدي إن إيه وتخلي الكروماتين بتاعي إيه كروماتين يعني بيتنسخ, واحدة تانية لما أشيل الأسيتايل تقفل الدي إن إيه كروماتين وتخلي الدي إن إيه ما يبقاش ترانسكرايب. تبقى واحدة بتعمل enhancing واحدة بتعمل silencing. تمام؟ So the double-stranded DNA is folded around histones compactly, condensed heterochromatin. This is achieved by the action of histone deacetylase enzyme. Through this enzyme, which is the HDAC, we remove the acetyl group from histones, so the double-stranded DNA is tightly packed to histones. بشيل الاسيتايل جروب من الهيستونز فالدي ان ايه بيلزق في الهيستونز. So by deacetylation or histone deacetylase enzyme the chromatin become condensed chromatin. هيبقى اسمه condensed chromatin يعني ما بيحصلوش ايه transcription, فده ادي الميكانيزم هنا of silencing. طب الاسيتايليشن بقى بيعمل ايه؟ In order to allow binding of RNA polymerase يعني in order to increase the rate of transcription, transcription factors DNA must be relaxed and open. We call it relaxed eochromatin. And this is achieved by the action of histone acetylase enzyme. In order to enhance gene expression, we have to do the opposite. We have to add acetyl group to histones. So the histones will leave the DNA and the DNA will be relaxed and opened. So by histone acetylase, we increase the rate of gene expression. By histone deacetylase, we decrease the rate of gene expression. تمام؟ يبقى لو هنا قفلنا الدي ان ايه خلاص وما فيش ترانسكريبشن, عايز افتحه بقى عشان اعمل ترانسكريبشن, يبقى تشغل الانزيم ده الاسيتايليز, يحط اسيتايل جروب في الهستون يخلي الهستون يبعد عن الدي ان ايه فالدي ان ايه يفتح ويحصل له ان البوليميريز ار ان اي بوليميريز والترانسكريبشن فاكتور يدخله ويعملوا الكوبينج بتاع الدي ان ايه. تمام؟ يبقى في ميكانيزم بيعمل انهانس, في ميكانيزم بيعمل سايلنس. انهانس يعني بيزود, سايلنس يعني بيمنع. ارجعوا للفيديو بتاع الهستون اللي عرضناه مرتين قبل كده وعشان المعلومة بس تثبت بالنسبة لنا. طب what about the last mechanism for regulation of gene expression? We said the chromosomal remodeling كلمنا عنده histone acetylation deacetylation and DNA modification by methylation. Still we have to discuss this part which is regulation of gene expression by enhancer and silencer sequences. يعني هنرجع بقى ندرس الجزء ده نكمل ده ازاي بقى في other sequences على DNA تقدر تزود او تمنع الجين expression, الميكانيزم الاخر الطريقة الاخرى. What are these sequences? Is sequences the enhancer and silencers are regulatory sequence. كلمة regulatory يعني بينظموا. Sequences على DNA بتنظم, موجود على DNA strand نفسه, located away from the promoter of the gene, مكانهم بعيد عن ال promoter of the gene. ده تعريف الانهانسر and silencer. يبقى الانهانسر and silencer دي sequences من DNA
موجوده بعيد عن البروموتر، سواء قبل البروموتر يعني ابستريم او بعد البروموتر يعني داونستريم، وليهم دور في ان هما بيريجوليت او بينظموا عمليه الجين اكسبريشن. What are the properties of enhancer sequence؟ الـ enhancer sequence ايه خصائصه؟ ايه الـ properties بتاعته؟ It can act as binding site for transcription factor. It's going to enhance gene expression. So it is the site for binding of transcription factors, which will increase the activity of RNA polymerase to transcribe the DNA. يبقى الـ enhancer sequence من أول خصائصه إنه بيشتغل كمكان يمسك فيه transcription factors عشان ينادي على الـ RNA polymerase ويبتدي نعمل unwinding، نفك الـ DNA ونعمل له copying. يبقى دي أول حاجة ممكن يعملها الـ enhancer عشان يزود الـ gene expression، إنه يبقى مكان يمسك فيه transcription factor. Help the binding of RNA polymerase and enzyme to the promoter sequence. نفس الكلام، هو لما يشتغل كبايندنج للترانسكريبشن فاكتور هيخلي الار ان اي بوليميريز يجي ويمسك على البروموتر سيكونس. This enhancer sequence is also called response element. بسميهم اسمهم الثاني response elements. Response يعني بيستجيب، وelements يعني عنصر. Response elements يعني بيستجيب لمين؟ للهرمونز مثلا. اهي enhancer sequence might act as binding site for external signal coming to the cell like hormone, hormonal response. يبقى ممكن الـ enhancer sequence ده يستجيب ويبقى مكان يمسك فيه مين؟ هرمون. يبقى ده دي برضو طريقة عن طريقة الهرمونات بتاعت جسمك تقدر تأثر على الجين اكسبريشن بتاعك، وده اللي بيحصل فعلا عن طريق الانسولين هرمون والجلوكاجون، لسه هندرسهم في الميتابوليزم ان شاء الله. بس through enhancer sequence some hormones can bind and increase the gene expression. What about the silencer sequence? دول اللي بيمنعوا بقى gene expression. They can act as binding site for repressor molecule. Repressor molecule يعني molecule بقى هتمنع inhibit gene expression. فممكن يبقى هما مكان sequence بيمسك فيه الحاجات اللي هتمنع، بروتينات اللي هتمنع gene expression، اللي هي ممكن تبقى هرمون برضو. Preventing the binding of RNA polymerase to the promoter. ده بيمنع ان الRNA polymerase يمسك في البروموتر، thus inhibiting a transcription. Other regulatory elements may exist. Some other regulatory elements may be cis-acting elements اللي هما الانهانسر والسايلنسر اللي احنا لسه قايلين عليهم، والtrans-acting element اللي هما زي الترانسكريبشن فاكتورز والهرمونز. دي تقسيمة يعني في الآخر للregulatory elements اللي بتنظم الـ DNA expression. ممكن يبقوا cis acting يعني على نفس الليفل بتاع الـ DNA اللي هما السيكونس اللي كنت عمالة بشرحهم اللي اسمهم enhancer أو silencer. trans acting الحاجة بقى اللي بتمسك في دول، trans acting البروتينات اللي هتمسك في ده عشان يا إما تزود يا إما تمنع الـ gene expression. يعني دي مسميات يا جماعة. فكلمة cis acting element هما الاثنين بينظموا الـ gene expression صح؟ كلمة cis acting أنا أقصد بيها الـ enhancer والـ silencer. كلمة transacting الحاجات اللي هتمسك في الهانسر والسايلنسر اللي هما transcription factors أو hormones، لأن بعض الهرمونات ممكن تعمل inhibition للجين expression برضو، تشتغل كrepressor molecule. تمام؟ كده إحنا درسنا الجزء بتاع regulation of gene expression. إن شاء الله المحاضرة الجاية هندرس بقى إزاي بيحصل ترجمة translation للmessenger RNA أو بيحصل عملية البروتين synthesis. أوكي؟ okay؟